السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بإذن الله في الفيديو ده هنشرح الدي سي اناليسيز اوف البي جي تي. بداية كده قبل ما نحل المسائل بتاعت الدي سي اناليسيز هنبدأ نعرف الأول احنا ليه بنعمل دي سي اناليسيز، وبعد كده هنتكلم عن الاوبريتنج ريجنز بتاعت البي جي تي ونشرح كل واحدة كده التيارات فيها نظامها ايه والجهود بتطبق ازاي على الـ ان بي ان ترانزستور. طيب بداية كده انا بعمل دي سي اناليسيز ليه؟ علشان، والسؤال ده طبعا هيتسال في الشفوي، علشان احدد الكيو بوينت اوف البي جي تي. طيب انا ازاي بحدد الكيو بوينت بتاعت الترانزستور؟ ان انا احدد اي سي معين واحدد في سي اي معين، يعني اظبط قيمه الفي سي سي واظبط قيم المقاومات اللي عندي بحيث اخرج اي سي معين واخرج في سي اي محدد. طيب انا هستفاد ايه لما اعمل حاجه زي كده؟ هظبط الاوبريتنج ريجون بتاعتي. يعني ايه؟ انا دلوقتي لو جينا نشوف العلاقه ما بين الاي سي والفي سي اي هنلاقيها بالشكل ده كده. انا عامل دي كبيره شويه. طيب انا دلوقتي ده زي ما احنا عارفين دي منطقه الاكتيف ريجون ودي منطقه الساتوريشن. علشان اشغل الترانزستور كانه امبليفاير لازم اظبط الترانزستور يشتغل في الاكتيف ريجون. طب اظبطه ازاي يشتغل في الاكتيف ريجون؟ اظبط الكيو بوينت بتاعتي بحيث انها تشتغل في المنطقه دي، يعني اخليه يخرج في سي اي محدد وبتسمى الفي سي اي كيو واي سي محدد وبيسمى الاي سي كيو. وعن طريق ان انا اظبط قيمه الفي سي سي واظبط قيم المقاومات اللي عندي هبدا ان اخرج في سي اي محدد واخرج اي سي محدد، وبكده اكون انا حددت الاوبريتنج ريجون بتاعتي. ده كده بالنسبه انا ليه بعمل اي سي دي سي اناليسيس. طيب نيجي دلوقتي للحاجه اللي بعد كده، الاوبريتنج ريجونز بتاعتي. لو جينا نرسم البي جي تي اللي عندي الان بي ان هنلاقيه بالشكل ده كده. ده الاميتر، ده البيز، ده الكوليكتور ان بي ان. لو وصلنا جهد بالاميتر وسميناه الفي اي، وصلنا جهد بالبيز وسميناه في بي، وصلنا جهد بالكوليكتور وسميناه في سي. اول منطقه عندي حاجه اسمها الكات اوف. ايه اللي بيحصل في الكات اوف دي؟ انا عندي في الكات اوف ان الاي سي بتساوي الاي بيز بتساوي الاي اميتر بتساوي صفر، يعني الترانزستور مش شغال. ازاي اخلي الترانزستور مش شغال؟ دي عندي بي ان جانكشن. علشان اعطل البي ان جانكشن دي اخليها متوصله ريفيرس. يعني ايه اخليها متوصله ريفيرس؟ اخلي الفي اي اكبر من جهد الفي بي، وعطل دي كمان اخليها متوصله ريفيرس، فاخلي ان الفي سي اكبر من الفي بي. يبقى كده الريجون دي ريفيرس والريجون دي ريفيرس. معنى كده دي ريفيرس مش هتمر فيها اي تيار، دي كمان ريفيرس مش هيمر فيها اي تيار. طيب نيجي للريجون اللي بعد كده، الساتوريشن. طيب ساتوريشن يعني انا عايز اظبط الترانزستور بتاعي بحيث يشتغل في المنطقه اللينير دي. علشان اظبطه ان هو يشتغل في المنطقه اللينير دي اشغله في منطقه الساتوريشن. طب منطقه الساتوريشن بيكون نظامها ايه؟ الريجون دي او الجانكشن دي البي والان بتكون متوصله فورورد، يعني الفي بيز اكبر من الفي اي، اما دي بتكون برضو متوصله فورورد، وجهد الفي بيز بيكون اكبر من جهد الفي سي، معنى دي كمان فورورد. ايه اللي بيحصل هنا؟ بتكون موجود ديبليشن ريجون عندي. اول ما دي بتكون متوصله فورورد بتبدا الالكترونات تتحرك بالشكل ده كده، تبدا تروح على البيز، وابدا لما اوصل السي والبي هو كمان فورورد
ابدا اخلي التيار او الالكترونات تمشي في الطريق ده كده، ويبدا البي جي تي اللي عندي يبدا يوصل تيار كهرباء علشان اشغل. وكل ما بزود الفي سي اي كل ما التيار اللي عندي بيكون ماشي بالشكل اللينير ده. كل ما بزود جهد الفي سي اي كل ما تيار الاي سي ده بيبقى ماشي عندي بالشكل اللينير ده. فعلشان اشغلها في منطقه اللينير لازم اخلي دي فورورد ودي هي كمان فورورد. طيب نيجي بعد كده لثالث منطقه، الاكتيف ريجون. طيب في الاكتيف ريجون اي سي، وادي هنا الفي سي اي، انا دلوقتي عايز اشغل الترانزستور بتاعي في المنطقه اللي هي الكونستانت دي. ده يتعمل ازاي؟ ده الاميتر بيز كوليكتور هنا. انا بخلي عشان احقق الشرط ده اولا دي لازم تكون فورورد، فجهد الفي بي اكبر من جهد الفي اي. اما دي بخليها ريفيرس، جهد الفي سي بتكون اكبر من جهد الفي بي. طيب التيار الكهرباء بيبدا يمر ازاي؟ اول ما دي هنا مكونات ديبليشن ريجن، اول ما الجنكشن دي تبقى فورورد تبدا الالكترونات تمشي من الان تايب تروح للبي تايب بالشكل ده كده. انا هنا لما اوصل دي ريفيرس بتبدا الدبليشن ريجن اللي عندي تكبر، فبيتكون عليها مجال كهربي. يبدا المجال الكهربي اللي موجود هنا يسحب الالكترونات اللي اتكونت عند البي ان جنكشن ويوديها اليمه الثانيه بالشكل ده كده. يبقى انا عندي العلاقه ما بين الاي جنكشن الاميتر والبيز، اول حاجه بطبق فورورد فولتج على الجنكشن دي، بتبدا الالكترونات تروح للبيز وهي دلوقتي مستنيه على الحدود هنا بتاعت البيز والكوليكتور. هنا ديبليشن ريجون، انا لما بطبق جهد ريفيرس بتبدا الديبليشن ريجون دي تكبر. طيب اول ما تبدا الديبليشن ريجون اللي عندي تكبر يبدا المجال الكهربي اللي موجود جوه الديبليشن ريجون يزيد. المجال الكهربي اللي متكون هنا هو اللي بيسحب الالكترونات اللي موجوده هنا ويوديها اليمه الثانيه. فعشان اشغلها في المنطقه دي لازم عندي دي تبقى فورورد وهنا تبقى ريفيرس. طيب بالنسبه للقوانين المستخدمه هنا، بالنسبه للاكتيف ريجون عندي الاي سي بيساوي بيتا اي بيز، الاي اي بيساوي بيتا زائد واحد في الاي بيز، الاي سي بيساوي الفا اي اي، والالفا طبعا بتساوي بيتا على بيتا زائد واحد. وانا عندي طبعا لازم جهد الفي سي اي يكون اكبر من جهد الفي سي اي ساتوريشن اللي هو 2 من 10. هنا عندي في الساتوريشن الاي سي لا يساوي بيتا اي بيز، والفي سي اي بتساوي في سي اي ساتوريشن اللي هي بتساوي 2 من 10، يعني اخر الساتوريشن ل 2 من 10. لو الفي سي زادت على 2 من 10 معنى كده ان الترانزستور بتاعي شغال في منطقه الاكتيف ريجن. طيب قيمة ال VBE بتساوي كام؟ ال VBE دايما بتساوي 7 من 10 فولت، ولكن لو اداني قيمة ال IS في المسألة بجيب ال VBE من القانون ده بتساوي VTH لن ال I بيز على ال IS. يبقى لو اداني قيمة ال IS عندي في المسألة هقول له ان ال VBE بتساوي VTH لن الاي بيز على الاي اس. طيب
لو ما اداش قيمه الاي اس في المساله اقول له على طول ان الفي بي اي بيساوي 7/10. ده في حاله الساتوريشن وفي حاله الاكتف. لان في الحالتين دول الفي بي اي او البي اي جانكشن بتكون فورورد. يبقى عندي في حل المسائل لو اداني قيمه الاي اس هبدا اقول له ان الفي بي اي بيساوي في تي اتش لين اي بيز او لين بيتا اي بيز على الاي اس. والفي بي او لو ما اداش الاي اس يبقى الفي بي اي بتساوي 7/10. الفي تي اتش دي بتساوي 26 ملي فولت. 26 ملي فولت. دي اول مسألة عندي في الشيت. عايز نجيب الاي سي والفي سي اي، يعني عايز الكيو بوينت. طيب علشان اجيب الكيو بوينت بتاعتي، المسائل بتاعت الدي سي اناليسيز هما الثلاث معادلات اللي بجيبهم علشان احل بيهم اي مسألة. اللوب بتاع الانبوت، هنشوف دلوقتي اللوب بتاع الانبوت ده عباره عن ايه، واللوب بتاع الاوتبوت ده اللوب الثاني، والمعادله اللي هي الفي تي اتش بتساوي الفي بي اي بتساوي الفي تي اتش لين بيتا اي بيز على الاي اس. اذا الاي بيز بتساوي اي اس على البيتا اكسبوننشال في بي اي على الفي تي اتش. دول الثلاث معادلات اللي انا بحل بيهم اي مساله مهما اختلف عنوان او راس المساله عندي مطلوب فيه ايه. هم دول اللوب بتاع الانبوت، وهنشوف اللوب بتاع الانبوت ده عباره عن ايه، اللوب بتاع الاوتبوت اللي هو اللوب الخارجي ده، والمعادله الاي بيس بيساوي الاي اس على البيتا اكسبوننشال في بي اي على الفي تي اتش. طيب خطوات حل المساله، اول حاجه يوز الانبوت لوب. طيب يوز الانبوت لوب تو فايند الاي بيز اند الفي بي اي. طب شكل الانبوت لوب ده يبقى عامل ازاي؟ لازم يكون بالشكل ده كده. علشان تكون معادله واحده فيها الاي بيز والفي بي اي، يعني اي شكل في الانبوت لوب لازم ابسطه للشكل ده كده، بحيث او ممكن هنا يكون مقاوم مفيش اي مشاكل، بحيث تكون هي معادله واحده فيها الاي بيز وفيها الفي بي اي. تمام كده؟ طيب لو جيت هنا في المسألة دي أنا عايز أبسط الشكل ده للشكل ده، على طول أستخدم سيفنن. أجي هنا أقول له أدي 17 كيلو وأدي 8 كيلو، هجيب سيفنن. يبقى الـ VTH اللي عندي بتساوي هنا 2.5 فولت، 2.5 في المقاومة 8 كيلو على 8 كيلو زائد 17 كيلو، هلاقيها بتساوي عندي 8/10 فولت. والـ RTH عبارة عن 17 كيلو توازي مع 8 كيلو، يعني هتساوي 5.44 كيلو أوم. تمام، أبدأ أعيد رسم المسألة تاني، هلاقيها عندي بالشكل ده كده. ثمانية من عشرة فولت، 5.44 كيلو، 5 كيلو، 2.5 فولت،
طيب ابدا اشوف اول حاجه الانبوت لوب، ادي الفي بي اي وادي الاي بيز، ابدا اخد الانبوت لوب ده، ده بوزيتيف نيجاتيف، اخد الاشاره الثانيه يبقى 8 من 10 ناقص اي بيز في 5.44 كيلو ناقص الفي بي اي بيساوي صفر. قلنا لو مدي الاي اس عندي لازم استخدم المعادله، ولو مش معطي الاي اس عندي هستخدم الفي بي اي على طول بتساوي 7 من 10، ولكن هو مديني الاي اس في المساله، فهقول له ان الاي بيز بيساوي اي اس على بيتا في اكسبوننشال في بي اي على الفي تي اتش، اشيل الاي بيز من هنا واحط قيمتها يبقى 8 من 10 ناقص اي اس على البيتا اكسبوننشال في بي اي على 0.026 ناقص الفي بي اي بيساوي صفر، لان الفي تي اتش 26 مللي. قيمه الاي اس اللي عندي 5 في 10 اس سالب 17، البيتا بتساوي 100. عن طريق حل المساله المعادله دي على الاله الحاسبه بشيفت سولف هبدا اقول له ان الفي بي اي هتساوي 0.775 فولت، و الاي بيز بيساوي 4.4 من 10 مايكرو امبير. كده انا جبت قيمه الفي بي اي وقيمه الاي بيز. طيب تمام، دلوقتي عايز ابدا احل باقي المساله بحيث ان اجيب قيمه الاي سي وقيمه الفي سي اي. انا دلوقتي اقدر اجيب الاي سي بتساوي بيتا اي بيز، تمام، ولكن افرض ان هي طلعت في الساتوريشن مش هقدر استخدم العلاقه دي. فانا في بدايه كده في الاول قبل ما اقول له العلاقه دي هبدا اقول له اسيوم كيو 1 اللي هو الترانزستور اللي عندي اسمه كيو 1 ان اكتف ريجو، وابدا اقول الاي سي بتساوي بيتا اي بيز، يعني هتساوي 100 في 4.4 من 10 مايكرو امبير، يعني هتساوي 440 مايكرو امبير. طيب عايز اجيب قيمه الفي سي اي، ابدا اروح هنا اخد اللوب الخارجي ده وادي قيمة الـ V CE، هقول له 2.5 فولت ناقص الـ IC 440 مايكرو أمبير في قيمة المقاومة اللي عندي اللي هي 5 كيلو ناقص الـ VCE بيساوي صفر. إذن الـ VCE هتساوي 0.25 فولت، معنى كده ان هي اكبر من 2 من 10، يبقى هو اذا كيو 1 ان اكتف ريجون، هو كده موجود في الاكتف ريجون والفرض اللي انا فرضته صح. طيب لو طلعت الفي سي اي اقل من 2 من 10 خلاص هقول له يبقى الترانزستور بتاعي موجود في الساتوريشن، واقول له الفي سي اي بتساوي 2 من 10، وابدا استخدم الاوتبوت لوب علشان اجيب قيمه الاي سي. يبقى انا هنا كده بستخدم الانبوت لوب تو فايند الاي بيز والفي بي اي، بعد كده باسيوم ان الكيو الترانزستور بتاعي في الاكتف، وبقول له ان الاي سي بيساوي بيتا اي بيز، بعد كده بستخدم الاوتبوت لوب تو فايند الفي سي اي، بستخدم الاوتبوت لوب بتاعي علشان اجيب الفي سي اي. رقم 4، لو الفي سي اي طلعت اكبر من 2 من 10 يبقى الفرض بتاعي صح. 5، لو الفي سي اي طلعت اقل من 2 من 10 هقول له اذا الفي سي اي بيساوي 2 من 10 فولت، واستخدم الاوتبوت لوب تو
فايند الاي سي. يبقى دي عندي الخطوات اللي انا هبدا اشتغل بيها علشان اجيب احل بيها الدي سي اناليسيز. اول حاجه انا بستخدم الانبوت لوب علشان اجيب الاي بيز والفي بي اي. بعد كده بفرض ان الكيو او الترانزستور بتاعي موجود في الاكتف، بقول له ان الاي سي بتساوي بيتا اي بيز. بعد كده بستخدم الاوتبوت لوب علشان اجيب الفي سي اي. لو الفي سي اي طلعت اكبر من 2 من 10 يبقى خلاص الفرض بتاعي صح. لو طلعت اقل 2 من 10 بقول له ان الفي سي اي بتساوي 2 من 10، وابدا اجيب الاوتبوت لوب علشان اجيب قيمة الاي سي بتاعتي. دي المسألة التانية عندي، هنلاقي نفس حل المسألة الأولى. طيب هحول ده كده اجيب له 7، هلاقيها بالشكل ده كده. ادي ده 1 كيلو 2.5 فولت، ميت اوم. الار 7 عندي هتطلع 16 كيلو توازي مع 9 كيلو، هتطلع 5.76 كيلو. وادي الفي 7 عندي 9 من 10 فولت، بوزيتيف نيجاتيف في بي اي. هبدا استخدم الانبوت لوب الاول، يبقى 9 من 10 ناقص 5.76 كيلو في الاي بيز ناقص في بي اي ناقص. هنا المفروض يمر اي اي، طب ما هو الاي اي برضه بيساوي بيتا زائد 1 في الاي بيز. يبقى عندي بيتا زائد 1 في الاي بيز في 100 بيساوي 0. هبدا اشيل الاي بيز واستخدم المعادله الاي اس على بيتا اكسبوننشال في بي اي على البي تي اتش. عوض في المعادله اللي عندي، ادي الاي اس 5 في 10 اس سالب 17، البيتا بيساوي 100. هلاقي ان الفي بي اي اللي عندي بتساوي 0.787 فولت، والاي بيز اللي موجود عندي بيساوي 7.13 مايكرو امبير. ابدا اقول له نفس النظام، اسيوم ان اكتف، يبقى الاي سي اللي عندي بيساوي بيتا اي بيز 100 في 7.13 مايكرو 713 مايكرو امبير. ابدا استخدم الاوتبوت لوب، هيبقى عندي 2.5 فولت ناقص 1 كيلو في الاي سي 713 مايكرو امبير ناقص في سي اي ناقص 100 في. ممكن افترض هنا ان تيار الاي سي هو نفسه تيار الاي اي تقريبا بيساوي بعض، فممكن اقول 100 برضه في 713 مايكرو امبير بيساوي 0. هلاقي قيمه الفي سي اي بتساوي 1.7 فولت، يبقى الفرض اللي انا افترضته صح. واجي اقول له الكيو بوينت بتاعتي الاي سي بيساوي 713 مايكرو امبير والفي سي اي 1.7 فولت، ده كده الكيو بوينت بتاعته. طيب بالنسبه للمساله دي ممكن شكل المساله يكون مختلف شويه، بس برضه هنمشي على نفس الحاجات بتاعتنا اللي هي المعادله بتاعتي زائد الانبوت لوب والاوتبوت لوب. نشتغل كده اول حاجه على الانبوت لوب اللي هو ده، ادي في بي اي 1 بوزيتيف نيجاتيف في بي اي 2، وادي الاي بيز 1 2.5 ناقص 100 كيلو في الاي بيز 1 ناقص في بي اي 1 ناقص في بي 2 بيساوي 0. يبقى 2.5 ناقص 100 كيلو ناقص اي اس على بيتا اكسبوننشال في بي اي 1 على في تي اتش
ناقص في بي اي واحد ناقص في بي اتنين بيساوي صفر. لو لاحظنا المعادله دي هنلاقي في عندي مجهولين، الفي بي اي واحد والفي بي اتنين. خلاص هنرجع كده للرسمه بتاعتنا واكيد هنلاقي علاقه ما بين الفي بي اي واحد والفي بي اتنين. لو جينا هنا كده ده كده الاي اي واحد، ده كده الاي بيز واحد، ده كده الاي بيز الاي سي اتنين، وادي الاي بيز اتنين. يبقى الاي اي واحد الاي بيز اتنين والاي سي اتنين. طب لو قلنا يبقى الاي اي واحد لو خدنا النود دي بيساوي اي بيز اتنين زائد الاي سي اتنين، يبقى الاي اي واحد بيساوي اي بيز اتنين زائد بيتا اي بيز اتنين، يعني هيساوي بيتا زائد واحد اي بيز اتنين. طب ما هي البيتا زائد واحد في الاي بيز اتنين بتساوي الاي اي اتنين والاي اي واحد. معنى كده ان الاي اي واحد بتساوي الاي اي اتنين. طالما الاي اي واحد بيساوي الاي اي اتنين يبقى اذا الاي بيز واحد اي بيز واحد بتساوي اي بيز اتنين، يبقى الاي سي واحد بيساوي اي سي اتنين، يبقى الفي بي اي واحد بتساوي في بي اي اتنين. هنساوي نخليها مثلا بتساوي الفي بي اي، هنا الاي سي هنا الاي بيز. هنيجي هنا نشيل نحط في بي اي في بي اي في بي اي، معنى كده اصبحت في مجهول واحد. هنلاقي عندي ان قيمة الفي بي اي بتاعتي بتساوي 0.7298 فولت، اذا قيمة الاي بيز بتاعتي بتساوي 0.01364 ملي امبير. احنا فرضين دلوقتي ان هو موجود في الاكتف، اذا الاي سي هتساوي بيتا في الاي بيز 1.0364 ملي امبير. نبدا ناخد الاوتبوت لوب اللي عندي عشان نجيب قيم الفي سي اي 1 والفي سي 2. اللوب الخارجي ده هلاقي عندي 2.5 ناقص 1 كيلو في الاي سي اللي هي بيتا اي بيز اللي هي بتساوي 1.0364 ملي امبير، ناقص الفي سي اي 1 ناقص الفي سي 2 بيساوي صفر. معادله في مجهولين، اكيد في حاجه في الرسمه تخليها معادله في مجهول واحد. نشوف كده الفي سي 2، ادي هنا الفي سي 2. طب ما هو الفي سي بتساوي الفي بي، يبقى اذا في سي 2 بيساوي في بي 2 هيساوي 0.7298، لان النقطه دي واحده السلكه دي خط واحد، يبقى اذا الفي سي 2 بيساوي الفي بي اي 2. اذا الفي سي اي 2 بيساوي 0.7298 فولت، 0.7298 فولت. اذا الفي سي اي 1 هيساوي الفي سي 1 من المعادله اللي عندي هتساوي 0.7338 فولت. الاثنين دول اكبر من 2.10 يبقى الفرض بتاعي مظبوط. طيب الحل ده لما الفي اي بتساوي ما لا نهايه. معنى ايه الفي اي دي؟ الـ VA Early Voltage. Early بناء على الراجل اللي سماه جيمس Early فهو اتسمى على اسمه. ايه الـ VA ده؟ لو انا رسمت
الاوتبوت لوب اللي عندي هلاقي عشان تبقى ادق. طبعا في الاكتف المفروض التيار عندي يبقى ثابت، ولكن هو مش ثابت. في عندي ميل بالشكل ده كده، لو جينا رجعنا ده كده وده كده وده كده هنلاقي ان الكل بيتقاطع في نقطه واحده اسمها الفي اي او الايرلي فولتج. طيب لو انا ده، لو انا اخدت الفي اي، لو انا عملت الفي اي بتساوي ما لا نهايه هحل على الحل الاول. اما مثلا لو قال لي ان الفي اي بتساوي مثلا 100، ايه اللي انا هعمله؟ كل اللي انا هعمله وانا باخد الاوتبوت لوب هقول له ان الاي سي بتساوي بيتا اي بيز في 1 زائد في سي اي على الفي اي. ده القانون بتاعي. اذا كانت الفي اي بتساوي ما لا نهايه يبقى 1 على ما لا في سي على ما لا نهايه بتساوي 0، يبقى الاي سي بيساوي بيتا اي بيز. اما لو كانت بتساوي 100 كل اللي انا هعمله هاجي في المعادله دي، بدل ما هي 1.0364 ملي امبير هتبقى 1.0364 في 1 زائد في سي اي 1 على 100. بس كده. واحل المعادله بتاعتي عادي، اشيل ده كده واحط 0.7298 فولت، برضه هتفضل معادله في مجهول واحد، وابدا احل المساله بتاعتي واكملها عادي مفيش اي مشاكل. هو ده معنى كلمة أو معنى الـ VA. نيجي لآخر مثال عندي، بيقول لي الـ RL اللي موجود ده بيتغير من 0 لـ 100 كيلو أوم. من 0 إلى 10 كيلو أوم. عايز يرسم الـ load current against الـ load variation. إيه هو الـ load current؟ الـ IL اللي بيمر هنا. طب ما الاي ال ده هو نفسه الاي سي 2، يعني عايز يرسم علاقه ما بين ادي هنا الار ال وهنا الاي سي 2. طيب بدايه كده الار ال ده لما بيتغير ده كده عندي لكيو 1 البيتا بتاعته بتساوي، ده لكيو 2 البيتا بتاعته بتساوي 100، ده الترانزستور الاول والبيتا بتاعته برضه بتساوي 100. ال ار ال هنا لو شفنا الفيديوهات بتاعت البلوت، الفيديو بتاع البلوت بتاع الدايود، دايما المحور اللي موجود عندي هنا بحاول اشوف عليه نقطه تحول. كان الدايود بيتحول من اون لاوف، طب هنا ايه نقطه التحول اللي عندي؟ لو لاحظنا كده ال ار ال دي محطوطه على الكوليكتور بتاعت الكيو 2، معنى كده ان انا بغير، لو غيرت قيمه المقاومه اللي عندي هغير قيمه الجهد بتاع الفي سي، وبكده غيرت جهد الفي سي اي. طب ما هو ايه اللي بيحصل لما اغير جهد الفي سي اي؟ الترانزستور ده هنا كده ادي الفي سي اي، لما بغير جهد الفي سي اي اللي عندي ايه اللي هيحصل؟ المنطقه بتاعت الترانزستور هتبدا تتغير من الاكتف الى الساتوريشن او من الساتوريشن للاكتف. معنى كده ان انا لازم اجيب نقطه على محور الار ال، قيمه للار ال تعتبر هي نقطة التحول اللي عندي، وليكن عند هنا كده. عند النقطة دي أو عند القيمة دي بتبدأ يحصل تغير للريجن بتاعت الكيو 2، بيتحول من ساتوريشن إلى أكتف أو من أكتف إلى ساتوريشن. طيب إزاي أعرف القيمة دي؟ طب بداية كده ما أنا عندي التحول ما بين الساتوريشن وما بين الاكتف في الكيو 1 لما الفي سي اي بتاعتي تكون اكبر من 2 من 10. اذا كانت الفي سي اي اكبر من 2 من 10 يبقى هو في الاكتف، طب اقل يبقى هو في الساتوريشن. طب انا ممكن استخدم الحاجه ديت علشان تفيدني ان انا اجيب نقطه التحول دي. طب هاخد هنا كده الاوتبوت لوب علشان يكون في الار ال ويكون في الفي سي اي، يبقى 5 ناقص الاي سي. هقول له الاول اسيوم ان الاكتف الكيو 1 الكيو 2 في الاكتف ريجن.
ادي هنا 5 ناقص الاي سي في الار ال ناقص الفي سي اي بتساوي 0. اذا الفي سي اي بتساوي 5 ناقص اي سي في الار ال. في الاكتف يبقى انا اكبر من 2 من 10. يبقى انا اكبر من 2 من 10. اذا عايز اجيب الاي سي في الار ال في منطقه الوحده، يبقى انا عندي 5 ناقص 2 من 10 اكبر من الاي سي في الار ال. اذا الار ال اقل من 5 ناقص 2 من 10 على الاي سي. معنى كده ان انا لازم اجيب قيمه الاي سي علشان اعرف قيمه الار ال واعرف منها نقطه التحول بتاعتي. طيب اجيب الاي سي دي ازاي؟ طب ما ارجع كده للشكل ده كده. مش انا عندي هنا في بي اي 1 وهنا في بي اي 2؟ معنى كده من اللوب ده ان الفي بي اي 1 بيساوي الفي بي اي 2. خلاص يبقى عندي الاي سي 1 بيساوي الاي سي 2. طيب انا عايز اجيب الاي سي 1 ده، اجيبه ازاي؟ هاخد اللوب دي. لما اخد اللوب دي هلاقي عندي 5 ناقص اي سي 1 في 1 كيلو ناقص الفي سي اي 1 بيساوي 0. طب ما انا محتاج اعرف قيمه الفي سي اي 1. طب لو رجعنا للشكل ده كده، مش انا عندي قيمة الفي بي هي نفسها قيمة الفي سي؟ معنى كده ان هنا الفي سي اي 1 بيساوي في بي اي 1. طيب هو مديني الاي اس؟ لا، يبقى قيمة الفي بي اي 1 بيساوي 7 من 10. يبقى قيمة الفي سي اي 1 برضه بيساوي 7 من 10. يعني دي كده اشيلها واحط 7 من 10 فوق. اذا الاي سي 1 هيساوي الاي سي 2 هيساوي 4.3 ملي امبير. ابدا احط هنا 4.3 ملي امبير، هلاقي ان الار ال تبقى اقل من 1.11 كيلو اوم. هتبقى اقل من 1 كيلو اوم. ادي 5 ناقص 2 من 10 هيديني 4.8 على 4.3 ملي امبير. يبقى الار ال اقل من 1.11 كيلو اوم. نيجي هنا كده، هي دي نقطه التحول اللي عندي 4.11 كيلو اوم. كل اللي اقل منها دي الاكتف، كل اللي اكبر منها هي دي الساتوريشن. طيب منطقه الاكتف، منطقه الاكتف الطاير عندي بيبقى ثابت بالشكل ده كده. طب ثابت عند كام؟ عند الاي سي اللي انا طلعتها 4.3 ملي امبير. طيب لما انا اكون في الساتوريشن، في الساتوريشن قلنا ان الفي سي اي بيساوي 2 من 10 فولت. اخد اللوب الخارجي هلاقي ان 5 فولت ناقص اي سي في الار ال ناقص الفي سي اي اللي هي 2 من 10 بيساوي 0. يبقى اذا الاي سي اللي عندي هتساوي 5 ناقص 2 من 10 على الار ال. علاقه عكسيه، يعني هتبقى بالشكل ده كده. طيب هقف عند فين؟ ما انا عندي اخر قيمه للار ال 10 كيلو. اعوض لما الار ال بتساوي 10 كيلو هلاقي ان الاي سي بتاعتي بتساوي 0.48 ملي امبير. هاجي هنا .48 ملي امبير، وبكده اكون رسمت الرسمه بتاعتي. دي في حاله الاكتف ثابته، في حاله الساتوريشن علاقه كده بالشكل ده كده، علاقه عكسيه ما بين
ال ار ال والاي سي. ده كده نكون خلصنا في شيت الدي سي اناليسيس بتاع البي جي تي. في بعض المسائل برضو اضافيه عليها، هتلاقي برضو نفس الافكار ما بتخرجش عن الافكار دي.